منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني تتوالى الجلسات والخطوات لمناقشة الموضوعات التي تهم المواطنين كافة. الحوار يشهد مناقشات واسعة مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً، يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. أكد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن نظام الحكم الرئاسي لا يعرف ولا ينص على انتخابات مبكرة. وأشار رشوان خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني إلى أنه وفقا لمواد الدستور يجب أن يتم الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بحد أدنى 3 ديسمبر المقبل، كما لا يجوز فتح باب الترشح قبل هذا الموعد. كانت 3 جلسات المحور السياسي للحوار الوطني قد انطلقت بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر. وتبحث الجلسات موضوعات حرية تداول المعلومات والقضايا الخاصة بمجلسي النواب والشيوخ. وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد قرر إرجاء جلسة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية التي كانت مقررة اليوم لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلي المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي لموعد آخر سيتم تحديده لاحقا بنفس المتحدثين فيها وحاضرها. أكد المشاركون في جلسة لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني تداول المعلومات ضرورة للقضاء على الشائعات. جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني. من جانبه أكد عماد الدين حسين عضو مجلس الأمناء أن هذا القانون سيكون أداة مهمة للكشف عن المشكلات أولا بأول في مهدها ما يسمح بمعالجتها قبل التفاقم، وسيسهم كذلك في جهود مكافحة الفساد. وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري مع رئيس حزب الجيل والمنسق العام للأحزاب السياسية ناجي الشهبي، قال إن الحوار الوطني أحدث تغيرا كبيرا في الحياة الحزبية والسياسية. وأشار الشهابي إلى أن الحوار الوطني ضرورة لوضع مقترحات وحلول توافقية للتحديات التي تواجه مصر، لافتا إلى أننا نأمل أن يخرج الحوار بمناقشات متعمقة ذات هدف حتى تخرج بالآمال المتعلقة بالشعب المصري. الحوار الوطني محاولة جادة لتحريك الحياة السياسية والحزبية المصرية، محاولة جادة لفتح المجال العام، محاولة جادة لأن يكون النص الدستوري في الذي يتكلم على النظام السياسي في البلاد يكون مع تعدد الأحزاب في المادة 5 من الدستور يبقى واقع تعيشه مصر والمصريين. الرئيس السيسي أحدث حراك واسع بدعوته للحوار الوطني وألقى ملعب وألقى الكرة في ملعب الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية أو ممثلي المجتمع المدني وجعلهم كلهم أمام مسؤوليتهم الوطنية تجاه هذا الوطن. مصر بلد كبير، مصر محتاجة حياة سياسية حزبية تعددية طليقة بصاحبة أقدم حكومة مركزية في التاريخ. لذلك الحوار برغم أنه استمر سنة من التجهيزات التنظيمية لأنه أتى ثماره. الناس بتتكلم لغة مشتركة،
كل الفرقاء على الساحه السياسيه والحزبيه برغم التباين اللي بينهم كلهم يعني ارتفعوا الى مستوى الامانه الوطنيه، ارتفعوا الى مستوى مصلحه الوطن العليا، الكل بيتحدث بكلام مختلف عن الاخر، ولكن عند قضايا الامن القومي الكل يطول متراص خلف الدوله ومؤسسات الدوله، يعني ظاهره اكثر من رائعه. انا شخصيا حضرت لقاء خاص للتلفزيون المصري مع عبد الله مغازي استاذ القانون الدستوري. اكد مغازي ان مساله زياده عدد مقاعد البرلمان تخضع لقواعد واسس، اولها الوزن السكاني والكثافه السكانيه. واكد مغازي بان زياده عدد النواب ستمكن النائب من تقديم افضل الخدمات لمن يمثلهم. لا، هو جلسات اليوم مهمه جدا، يعني مثلا اتكلم على المحور السياسي تحديدا، من إني لابد من زيادة عدد أعضاء مجلس النواب. يمكن بعض الناس بتتساءل طب أنا أزود العدد ليه؟ لا، هو إحنا ده الأمر مش بمزاجنا، الدستور المصري بيتحدث على إني لابد أن يتناسب عدد أعضاء مجلس النواب مع الزيادة السكانية ويتناسب مع السكان، وبالتالي إحنا بنحتاج إن كلما زاد عدد السكان كلما زادت عدد أعضاء مجلس النواب. أهم حاجة وفقا لأحكام الدستور المصري ما يقلش العدد عن 450، لكن ممكن يزيد. الإجابة نعم، بيزيد كلما زاد عدد السكان. أيضا بنتكلم على التفرغ للعضوية. أنا واحد من الناس معترض أشد الاعتراض، ويمكن أساتذة كتير اتكلموا عن أن عضو مجلس النواب مهامه الرئيسية وفقا لأحكام الدستور اللي هو حالف عليه، إحنا بنتكلم المادة 103 بيقول لك لابد أن العضو يتفرغ، لدرجة أن ممكن يتحجز له وظيفته أو عمله لحين انتهائه من فترة العضوية اللي هي ال5 سنوات. إذن أنت مفترض أنك أنت تتفرغ، إنما إحنا اللي إحنا شايفينه للأسف لا. شفنا في الفصل التشريعي اللي فات الدكتور علي بيتحدث على أن غياب عدد أعضاء كتير جدا من أعضاء مجلس النواب في الفصل التشريعي اللي فات الدكتور علي عبد العال، وأيضا الدكتور الجبالي بيتحدث برضو أيضا عن الغياب في بعض الجلسات. الأمر ده طبعا أمر مش محبب. إذا أقسمت وفقا لأحكام المادة 104 من الدستور تحترم الدستور والقانون، الدستور نفسه بيقول لك لابد أنك أنت تتفرغ. فالمادة دي اللي احنا بنناقشها النهاردة مادة هامة جدا، لابد من التفرغ. إذا كنتش سعادتك متفرغ لمصالح الشعب اللي أنت أقسمت على احترام الدستور والقانون واحترام مصالحهم في المادة اللي بعدها على طول اللي هي المادة 104، إذن على سعادتك تقدم استقالتك، لأني لابد أن ينتهي لدى الكثيرين من الأعضاء فكرة أن يكون عضوية مجلس النواب هي للوجهة الاجتماعية. أيضا لما نتحدث عن حرية وتداول المعلومات، دي يمكن أنتوا كإعلاميين تحسوا بها أكتر مننا، لأني في كتير جدا من تداول المعلومات بتهم الإعلاميين، بتهم رجال القانون زي حالاتنا كده، في معلومات كثيرة جدا بيبقى فيه صعوبة وشفافية في معرفتها وتداولها ما بين الناس وبعضها البعض. وبالتالي أنا من وجهة نظري أنا الشخصية، لا جلسة النهاردة أو الجلستين بتوع النهاردة في منتهى الأهمية، وهتساهم بدور كبير جدا 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 في تطوير جلسات الحوار. وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري مع رضا صقر رئيس حزب الاتحاد وعضو المجلس الرئاسي لتيار الإصلاح الحر، أكد على عدد من التصريحات. وأكد على زيادة عدد النواب التي ستمكن النائب من تقديم أفضل الخدمات لمن يمثلهم. دايما بتبقى ما بين طرفي، طرف يؤيد ان احنا نزود الاعضاء وطرف يقول لا هو شايف عدد الاعضاء مناسب، هو ده محور النقاش. احنا في الحقيقه مع وجهه النظر اللي بتقول احنا عايزين نزود الاعضاء مجلسي الشعب والشيوخ، وده مش بنقوله من فراغ، احنا بنقوله من خلال التنميه العمرانيه المستدامه اللي تمت في مصر خلال السنوات السابقه، وهذه التنميه ادت الى ظهور مدن جديده وعاصمه اداريه جديده، وكل هذه الامور تؤدي الى اعاده النظر في القوانين علشان يكون هناك نواب يمثلوا داخل البرلمان او داخل الشيوخ من للمدن الجديده، عشان يقدروا يوصلوا مشاكل ويقدروا يوصلوا احتياجات المدن الجديدة إلى البرلمان. وده كان لأن انت بصي حضرتك دايما القوانين بتتعمل علشان احتياج المجتمع. لما تفكري تعملي قانون أو تعدلي في قانون بيبقى احتياجاتك اتغيرت من السنة للعشرين سنة اللي فاتوا، فاحنا النهاردة وإحنا بننظر في التعديل عندنا احتياج
احتياج لزيادة عدد أعضاء مجلس الشعب والشيوخ، وده تم في دول كتيرة، احنا مش بنبتدع حاجة، تم في الهند وتم في اليابان وتم في دول كتيرة خدت دي، واحنا النهاردة بنطالب وبنطالب العدد، ممكن احنا بنقول ان هو يتراوح من 10 ل 20، ممكن يقل ممكن يزيد، لما نضع الخريطة والتعداد والتمثيل الجغرافي وعدد سكان وإلى آخره نقدر نحدد الأعضاء بالظبط. الحاجة المهمة اللي بنتكلم فيها وهو استحقاق دستوري للمادة 103، وهو تفعيل المادة 103 بالتفرغ عضوي مجلس النواب والشيوخ لأداء مهامهم البرلماني. الحقيقة أنت بتكلمي أن عضو مجلس النهاردة يعتبر بيباشر مسؤولية 100 مليون داخل البرلمان، بيناقش مشاكل 100 مليون جوه، سواء كان بيراقب على الحكومة، سواء كان بيصدر تشريعات ويناقشها، سواء بيقدم طلبات إحاطة وإلى آخره. كل هذه الأمور تقتضي أن يكون لديه تفرغ علشان يستطيع أن هو يقوم بالمهام المنوط بها. المهام المنوط بها كتيرة، واحتياجات الشعب وتحدياته كتيرة، والشعب لما بينظر لنوابه، ما هو مين اللي بيمثل الشعب، فيبقى بينظر لنوابه يشعر أن النائب بيقدم الطلبات بتاعته وخدماته ومصالحه، لأن أنت بتجمعي مجموعة المصالح والخدمات والطلبات تطلعيها في شكل تشريع، في شكل طلب، في شكل توصية، في شكل مشروع قانون، في شكل طلب إحاطة. فكل ده تقدري تعمليه إزاي وانت ما عندكش تفرغ؟ تتواصلي إزاي مع الناس وتروحي تأدي مهامك في البرلمان إزاي؟ كل ده محتاج تفرغ. فاحنا بنضغط، وفرصة لنا في الحوار الوطني، بنضغط على تفعيل مادة الدستور، تفعيل الدستور والاستحقاق الدستوري بتفرغ عضو مجلس الشعب وعضو مجلس الشيوخ. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من هناك زميل مصطفى ميزار مراسل التلفزيون المصري لنقل صورة أحدث ما وقع في جلسات النقاش اليوم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي التلفزيون المصري في متابعة حية ومستمرة لجلسات وأصداء وما يدور في أروقة جلسات الحوار الوطني. جلسات الحوار الوطني والتي دعا إليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية في العام الماضي 2022. هذا المؤتمر وهذا الحوار والذي يأتي تحت شعار مساحات مشتركة وأن الخلاف والاختلاف لا يفسد للوطن قضية، الكل هنا مجتمع تحت هذا الشعار وهذه المظلة، وأن الجميع متبار في قضية وفي إبراز ما لديه حتى يكون الوطن في الصورة المثلى. اليوم كان النقاش حول قضيتين رئيسيتين، القضية الأولى متعلقة بمباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، القضية الثانية بحرية وتداول المعلومات، وكان التمثيل النقابي على المستوى الراقن سواء من نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين وبعض النقابات الأخرى، بالإضافة إلى تمثيل من كافة الأحزاب والقوى السياسية. الكل هنا سواء الآراء متفقة أو مختلفة، الكل مجمع على أن هذه القضايا ملحة وأنية، ويجب أن تكون هناك حلول جوهرية وجذابة، وأن تكون الحلول متاحة للجميع بحيث يكون الجميع مشارك في هذه الحلول من أجل الوصول بهذا الوطن إلى مصاف وإلى بر الأمان. الكل هنا مشاهدين الكرام مجمع على أن هذه القضايا يمكن أن تحل، بالإضافة إلى المحاور الأخرى والتي تم التناقش فيها في الأسابيع القليلة الماضية سواء في المحور الاقتصادي أو في المحور الاجتماعي. لكن قضية اليوم متعلقة بالمحور السياسي ومتعلق بتداول وحرية المعلومات وبالشفافية وبكيفية الحصول على المعلومات دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، ودون الإخلال أيضا بحرية الفرد في الحصول على المعلومات التي أقر الدستور حق المواطن المصري في الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية ومن مصادرها الصحيحة. بالطبع سنتابع معكم في خلال الأيام القليلة القادمة التغطية المستمرة والحية لنا في التلفزيون المصري للمحاور المختلفة والمتنوعة سواء في المحور الاقتصادي أو في المحور الاجتماعي. كل الشكر والتقدير لحضراتكم مشاهدينا الكرام، محدثكم مصطفى ميزار من داخل أروقة جلسات الحوار الوطني. أشاد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بالعلاقات المتميزة مع برلمان أذربيجان، وذلك في ضوء تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية بين البلدين. وخلال استقباله وكيل أول برلمان أذربيجان عادل عليف، أكد جبالي عمق العلاقات بين البلدين والمنعكسة على حالة الزخم الإيجابي التي تشهدها العلاقات الثنائية مؤخرا. من جانبه أشاد وكيل أول برلمان أذربيجان بالزيارة الأخيرة للمستشار الدكتور حنفي جبالي إلى بلده، والتي تعكس المستوى المتميز للعلاقات بين البلدين الصديقين.
أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على أهمية البناء على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وأذربيجان على المستويين الرسمي والشعبي. جاء ذلك خلال استقبال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وكيل أول برلمان أذربيجان عادل عليف والوفد المرافق له. من جهته أعرب عليف عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا، مشيدا بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين مصر وأذربيجان. تابع رئيس مجلس الوزراء مستجدات مشروع تطوير منطقة القاهرة الإسلامية، وذلك خلال اجتماعين بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وأكد رئيس الوزراء على أهمية مخططات تطوير منطقة القاهرة الإسلامية، خاصة الجزء الذي يشمل المنطقة الواقعة بين مسجدي السيدة نفيسة والسيدة عائشة، وكذا تطوير شارع صلاح سالم. وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية الحفاظ على المنطقة بوجه عام، ولا سيما في ظل ما تتفرد به من وجود مبان أثرية وتراثية تزخر بها، وكذا التغلب على التحديات العديدة التي تعاني منها، إضافة إلى تسهيل حركة المرور في القاهرة. وشدد مدبولي على أن هناك ثوابت لمشروع التطوير، وهي الحفاظ على المباني الأثرية والتراثية مع تعظيم مناطق مساجد أهل البيت. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ببدء تنفيذ أعمال التطوير بالطرق والمحاور المحيطة بالمتحف المصري الكبير. وخلال اجتماع لمتابعة أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، شدد مدبولي على ضرورة أن يظهر المتحف المصري الكبير والمناطق المحيطة به في أبهى صورة مع قرب الافتتاح. كما شهد الاجتماع استعراض المخطط العام لتطوير المناطق المحددة بطريقي مصر الإسكندرية الصحراوية ومصر الفيوم وأنواع وتصميمات التشجير بهما. أعربت السيدة انتصار السيسي عن سعادتها بحديثها مع ابنتها الطالبة منة الله عماد صاحبة المركز الأول على المرحلة الإعدادية على مستوى محافظة كفر الشيخ. وأكدت السيدة انتصار السيسي في تدوينة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت أن منة مثال لبنات مصر من ذوي الإرادة القوية التي لا تعرف المستحيل. وتوجهت قرينة رئيس الجمهورية بكل التحية والتقدير للطالبة ولوالدتها التي حرصت على قهر الصعاب لدعم ابنتها. كما أكدت السيدة انتصار السيسي على قيام الدولة بدعم الطالبة منا خلال كافة مراحل التعليم المقبلة حتى التخرج من الجامعة، معربة عن تمنياتها لها بمزيد من التفوق والنجاح. عاد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى فرنسا والتي استغرقت عدة أيام. وقلد وزير الجيوش الفرنسية الفريق أول محمد زكي وسام جوقة الشرف الفرنسي من طبقة قائد، والذي صدق على منحه رئيس الجمهورية الفرنسية. عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عقب انتهاء زيارته الرسمية بدولة فرنسا والتي استغرقت عدة أيام. وكان في استقبال السيد القائد العام للقوات المسلحة لدى وصوله إلى مقر وزارة الدفاع الفرنسية السيد سيباستيان لوكورنو وزير الجيوش الفرنسية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية واستعراضوا حرس الشرف وعزفت الموسيقات السلام الوطني لكلا البلدين. وقلد وزير الجيوش الفرنسية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وسام جوقة الشرف الفرنسي من طبقة قائد، والذي صدق على منحه رئيس الجمهورية الفرنسية. وعقب المراسم عقد الوزيران جلسة مباحثات تناولت مجالات التعاون العسكري الثنائية لتعزيز العلاقات القوية بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين. من جانبه أشاد وزير الجيوش الفرنسية بعمق الروابط التي تجمع البلدين الصديقين على كافة الأصعدة. وقام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي
بزيارة لمقر رئاسة الأركان الفرنسية بيلارد، حيث التقى خلالها الفريق أول تيري بوكارد رئيس أركان الجيوش الفرنسية. تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الصلة بأنشطة التعاون في المجالات العسكرية المختلفة وتبادل الخبرات بما يعظم القدرات القتالية لكلا الجانبين. كما التقى القائد العام بالفريق أول فابيان ماندون المستشار العسكري الأول برئاسة الجمهورية الفرنسية، وتناول اللقاء عددا من مجالات التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية. وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاط القهار بعد إتمام إجراءات الاستلام بمدينة بريمرهافن الألمانية لتنضم للأسطول البحري المصري العريق، حيث تم بناؤها وفقا لأحدث النظم العالمية في منظومة التسليح والكفاءة القتالية. وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاطة القهار من طراز ميكو اي 200 بعد إتمام إجراءات الاستلام بمدينة بريمرهافن الألمانية لتنضم إلى الأسطول البحري المصري العريق، حيث تم بناؤها بشركة TKMS بترسانة SBN الألمانية وفقا لأحدث النظم العالمية في منظومات التسليح والكفاءة القتالية. وتعد الفرقاطة القهار الثانية من أصل أربع فرقاطات طراز ميكو اي 200 تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا. وتتمتع الفرقاطة القهار بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية، كما تعد إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية، وتهدف إلى تطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بمنطقتنا حفاظاً على مقدراتنا ولتحقيق السيطرة الكاملة على سواحلنا الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط. وشاركت عدد كبير من القطع البحرية في تنفيذ استعراض بحري أمام ساحل مدينة الإسكندرية احتفالاً باستقبال الفرقاطة القهار كتقليد بحري أصيل. وألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لطاقم الفرقاطة لما وصلوا إليه من مستوى متميز خلال فترة الإعداد. أثبتوا وبحق أن مصر لديها من الكوادر من هم قادرين على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في تشغيل وصيانة الفرقاطة والعمل بكفاءة تامة على كافة أنظمتها. كما هنأهم على سلامة الوصول إلى أرض الوطن، وأوصاهم بأهمية الحفاظ على وحدتهم الجديدة والتدريب الجيد للوصول لأقصى درجات الاستعداد. وأشار قائد القوات البحرية إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحري المصري، بالإضافة لأحدث أنظمة التدريب والمحاكاة لتدريب أجيال من الأطقم العاملة مستقبلاً، موضحاً أن الفرقاطة الجديدة ستضاعف من قوة الردع للبحرية المصرية كقوة تحقق الأمن البحري والاستقرار في المنطقة. العظيم دواتي، لان احنا الجيش بتاعنا من اقوى الجيوش واعظم الجيوش في العالم كله اللي بيدعي للفخر والعزه. يمكن منظومه التسليح الخاصه بالقوات المسلحه بتشهد تقدم من فتره للتانيه، وكل فتره بنسمع عن انضمام سلاح جديد للقوات المسلحه، فانا كشاب افرح ان بلدي فيها تقدم ملحوظ، والقوات المسلحه بتاعتها من القوات المسلحه في الاوائل على مستوى العالم.
طبعا الواحد فرحان ومبسوط جدا 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 بالاحتفاليه دي. القوات البحريه معروف تاريخها من ايام حرب 73، وانا مبسوط جدا بوصول القهار لوصولها لمصر اللي هي من احدث الوسائل الحربيه اللي وصلت مصر. بتحس ان انت يعني وراك قوه، وراك يعني حاجه، تمشي تنام تصحى تروح مشوار، عارف ناس حمياك، ناس واقفه وراك، يعني الواحد بيبقى حاسس بعزه وفخر. وطول عمر المصريين كده، وكان بحريه ولا جيش ولا شرطه، كلهم واحد عندنا في قلبنا من جوه. قوه جديده بتضيفها للقوات المسلحه المصريه وللقوات العربيه قوه الردع وقوه الحفاظ على الحاله الاقتصاديه والموارد الاقتصاديه. وقوات البحريه المصريه هي القوه الرئيسيه للقوات البحريه العرب، وهي الركاز الرئيسي في البحر لينا، ودايما بتشرفنا ودايما بنضيف قطع جديده. بشكر القوات البحريه كمواطن مصري، وبشكر القوات المسلحه تحت رعايه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الاعلى للقوات المسلحه. حضر مراسم الاستقبال قائد المنطقه الشماليه العسكريه وعدد من طلبه الكليه البحريه وطلبه الجامعات والمدارس وعدد من اهالي محافظه الاسكندريه. نجدد لكم التحية. أعلنت القوات الجوية خلال مؤتمر صحفي عالمي بدار القوات الجوية تدشين معرض مصر الدولي للطيران والفضاء في نسخته الأولى. يمثل المعرض تجمعا ضخما لكبرى المؤسسات العاملة في مجالات الدفاع والتسليح وتكنولوجيا الفضاء والطيران في العالم، بمشاركة أكثر من 250 مؤسسة وشركة محلية وإقليمية ودولية. في إطار حرص القوات المسلحة على إقامة الفعاليات الكبرى والتجمعات الدولية في مجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية على الأرض المصرية، أعلنت القوات الجوية خلال مؤتمر صحفي عالمي بدار القوات الجوية تدشين معرض مصر الدولي للطيران والفضاء Egypt Air Show 2024 في نسخته الأولى. معرض مصر الدولي للطيران والفضاء Egypt Air Show 2024 من المقرر انطلاقه في مايو من العام المقبل بمطار العالمين الدولي بمدينة العالمين الساحلية، انطلاقا من المكانة التاريخية والحضارية للدولة المصرية وحرصها الدائم على توطيد العلاقات ومد جسور التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وبما يعزز مكانتها كوجهة جاذبة لإقامة الفعاليات الهامة من خلال موقعها الجغرافي المتميز كبوابة للقارة الأفريقية وتوسط موقعها بين قارات العالم. يسعدنا أن نعلن من خلال هذا المؤتمر إطلاق النسخة الأولى من معرض مصر الجوي تحت إشراف وزارة الدفاع وبالتعاون البناء والوثيق مع وزارة الطيران المدني ووكالة الفضاء المصرية وإدارة الإشارة، والذي يعكس الرؤية المستقبلية والدعم اللامحدود الذي يليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتطوير وتوطين صناعة الطيران والفضاء، وأهمية تحقيق طفرة نوعية تتواكب مع تطور التكنولوجيا المتسارع في هذا المجال. ومن جانبه أكد وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي على أهمية مد جسور التعاون ومتابعة آخر ما وصلت إليه التقنيات الحديثة في العديد من المجالات. معرض الطيران دولي هيكون معرض يختص به صناعة النقل الجوي والطيران العسكري والمدني والفضاء. طيب فيما يخص صناعة النقل الجوي، هي صناعة النقل الجوي مش الطائرة بس، لدى الطائرة والمكملات بتاعتها، الطائرة والمعدات اللي بتشتغل عليها، فيها معدات صيانة، فيها محركات، فيها أفيونكس اللي هي القطعة أو الأفيونكس المعدات الإلكترونية اللي جوه الطائرة، في حاجات بتكون مساعدة بتأمن سلامة الطيران. دي كلها من ضمن الحاجات اللي إن شاء الله هتكون معروضة في المعرض من الشركات المنتجة ليها. هيقولوا إيه التطورات اللي بتكون موجودة عندهم، بيكون ملتقى إن كل الناس تتعرف على كل ما هو جديد في عالم الطيران المدني والطيران العسكري. معرض مصر الدولي للطيران والفضاء Egypt Air Show 2024 تجمع ضخم لكبرى المؤسسات العاملة في مجالات الدفاع والتسليح وتكنولوجيا الفضاء والطيران في العالم، بمشاركة أكثر من 250 مؤسسة وشركة محلية وإقليمية ودولية. إن الاستثمار في توطين تكنولوجيا الفضاء والتوسع في امتلاك نقاط مدارية جديدة يساهم في الحفاظ على دور مصر الريادي
والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي للدولة المصرية 2030. لمعرض الطيران اللي هو يعقد في شهر مايو 2024 ده فرصة إن مصر تبرز دورها الريادي في مجال تكنولوجيا الفضاء. النهاردة الدولة المصرية استثمرت استثمارات كبيرة جدا في توطين صناعة الفضاء وتكنولوجيا الفضاء في مصر، بدأت بتأسيس وكالة الفضاء المصرية سنة 2018، وتلا ذلك استضافة مقر وكالة الفضاء الأفريقية اللي هي بتعتبر تخلي مصر هي البوابة الأفريقية، إلى جانب تأسيس النهاردة بندشن أكبر مركز لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط. المعرض هيكون مقسم لعدة فعاليات كتير جدا زي العرض الأرضي، هتبقى فيه طيارات موجودة حقيقية موجودة على الأرض، عندنا عروض جوية هتطلع تعمل استعراضات في الجو، عندنا المعرض نفسه كمعرض للمنتجات الجوية، لمنتجات الفضاء، للطيارات التجارية، لكل ما يخص صناعة الطيران وصناعة الفضاء. إضافة جديدة تعزز من مكانة مصر وتؤكد على حرصها أن تصبح مركزاً متميزاً في مجال الطيران وقوة دافعة لتقدم صناعة الطيران وتكنولوجيا الفضاء. نظمت وزارة الداخلية بوادي الفروسية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة الثالثة والتي أقيمت ليلا. تأتي البطولة في إطار مواصلة وادي الفروسية استضافة بطولة الفروسية المحلية والدولية عقب قيام الوزارة بتطويره وفقا للمعايير العالمية. على ضفاف بحيرة عين الحياة بمنطقة عين الصيرة بالفسطاط، يقع وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية، والذي استضاف فعاليات دولية ومحلية ناجحة في رياضة الفروسية. في هذا الإطار فقد استضاف الوادي بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة الثالثة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية، حيث تبارى الفرسان لالتقاط الأوتاد في أجواء تنظيمية رائعة. مكان من أحسن الأماكن تقريباً اللي لعبنا فيها من فترة كبيرة. الأراضي كويسة ومجهزة، حتى الأماكن اللي بتتنقل منها من أرض الأرض مجهزة بحيث أن الحصان ما يتزحلقش أو يبقى فيه أي إصابات. الأرض بتاعت الكلة نفسها حلوة جداً، تخلي الأداء بتاعي، بتحسن من الأداء بتاعي أنا والحصان. المكان ممتاز وتجهيزاته ممتازة جداً، يعني ما فيش أحسن مكان في مصر بالتجهيزات اللي معمولة دي يعمل بطولة، وغير كده كمان هو المكان جاهز إن هو يعمل أكتر من إيفنت في نفس اليوم. أحب أشكر وزارة الداخلية على التنظيم الجميل للبطولات والإتاحة الفرصة لفرسان يقدموا أفضل ما عندهم. البطولة أقيمت ليلاً في ظل تمتع الوادي بمنظومة إضاءة ليلية متطورة تتفق مع المعايير الدولية في رياضة الفروسية، وتأتي انعكاساً لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بهذه الرياضة. بشكر نادي وادي الفروسية بسبب الأرض والضوء والأرض الكلة، بنيجي هنا مرتاحين. من أكتر الأماكن اللي فيها نظام من أول البوابة لحد ما انت بتخش جوه الارض، حتى بلاقي ناس كتير يعني عاملين جوه هنا اساعدك في حاجه، يعني اخدمك بحاجه، ودي حاجه مش متوفره في كل الاماكن. احنا في كل مره بنبقى منبهرين ان البطوله بتتنظم احسن من المره اللي قبليها. نحب نشكر وزاره الداخليه على المجهود العالي جدا اللي احنا شايفينه دوت. تواصلت فعاليات البطولة على مدار يومين وسط إشادة كبيرة بإمكانات الوادي التنظيمية وملاعبه ذات المقاييس العالمية، فضلاً عن وجود فندق لإقامة اللاعبين وأسطبلات خاصة بالخيول مجهزة بالخدمات البيطرية، إضافة إلى تصميم غرفة التحكيم بما يمكن الحكام من رؤية جميع الملاعب من زوايا واضحة. المكان محافظ عليه زي كان يوم الافتتاح، ودي حاجة كويسة جداً. الصيانة المداومة، التجهيز والميدان والأرض مخلية المكان غير طبيعي. نشكر وزارة الداخلية على توفير مكان زي وادي الفروسية عنده القابلية على استضافة جميع أنواع البطولات، بالخدمات اللي موجودة في المكان والإضاءة والتجهيزات الأراضي اللي موجودة بتساعد الفرسان يطلع أحسن ما عنده.
ختام فعاليات البطولة شهدت تسليم الفائزين كؤوس وميداليات ليأتي تتويجاً لبطولة أخرى ناجحة يستضيفها الوادي، المستعد دائماً لمزيد من البطولات على المستويين المحلي والدولي في رياضة الفروسية. منذ أن قامت وزارة الداخلية بتطوير وادي الفروسية استقبل وما زال يستقبل منافسات دولية ومحلية في رياضة الفروسية وسط إشادة كبيرة من المشاركين بتجهيزات الملاعب التي تراعي المعايير الدولية في هذه الرياضة، وهو ما كانت تسعى إليه وزارة الداخلية واستهدفته من تطوير هذا الوادي الارتقاء برياضة الفروسية في مصر. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. وصل النائب العام إلى العاصمة الفرنسية باريس على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات وأعضاء مكتب النائب العام بالنيابة العامة، وذلك في زيارة رسمية تأتي تعزيزا لملف التعاون القضائي الثنائي بين البلدين. يشمل برنامج زيارة حضور حفل هام تنظمه السفارة بمقرها بالعاصمة الفرنسية لاسترداد قطعتين أثريتين قضت المحكمة الفرنسية بإعادتهما إلى مصر ومعاقبة المتهم في القضية التي تعد واقعتها واحدة من سلسلة جرائم منظمة عابرة للحدود ارتكبتها جماعة إجرامية دولية متعددة الجنسيات. كما سيشهد برنامج زيارة عقد لقاءات ثنائية رسمية بين النائب العام وأبرز القادة القضائيين بالعاصمة الفرنسية. أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا مع هاكان فيدان وزير خارجية تركيا الجديدة، حيث قدم له التهنئة على تولي مهام منصبه معربا عن التطلع للعمل بشكل مشترك من أجل استمرار مسار تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا. وتطرق الاتصال إلى ملفات التعاون الثنائي وتبادل الزيارات على مختلف المستويات، فضلا عن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. من جانبه أكد وزير خارجية تركيا على أهمية المضي قدما في الدفع بمسيرة استعادة كامل العلاقات بين البلدين. أدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في جنوب مقديشو والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين. وتضمن البيان إعراب جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ولذوي ضحايا هذا الهجوم المشين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. هذا وتؤكد مصر تضامنها ودعمها الكامل لجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة في مواجهة جميع أشكال التطرف والإرهاب، داعية إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للتصدي للإرهاب وتجفيف منابعه. أوردت وكالة رويترز للأنباء تقارير تفيد بوقوع اشتباكات وإطلاق نيران مدفعية في أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم بعد وقت قصير من انتهاء وقف إطلاق النار والذي استمر لمدة 24 ساعة. قال شهود عيان إن القتال استؤنف عقب انتهاء سريان وقف إطلاق النار في 6 صباحا بالتوقيت المحلي في شمال أمدرمان، وقال سكان أنهم سمعوا قصفا مدفعيا في منطقة شرق النيل في الضواحي الشرقية للعاصمة. كما وردت أنباء عن انفجارات واشتباكات في الخرطوم. عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته 56 بمقر الأمانة العامة بالرياض، واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي وتطورات القضايا السياسية دوليا. ورحب المجلس بنتائج الخليجي الأوروبي لمكافحة الفكر المتطرف. كذلك أكد المجلس على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو من عام 1967 وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
اتفق الاتحاد الأوروبي وتونس على العمل بشكل مشترك لإبرام شراكة شاملة تسهم في تقوية الروابط التي تعود بالنفع على الطرفين. جاء ذلك عقب مباحثات الرئيس التونسي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس وزراء هولندا مارك روتا. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إن الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات لتونس بأكثر من 1 مليار يورو لدعم اقتصادها المنهك والتعامل مع أزمة الهجرة. الاتحاد الأوروبي هو أكبر مستثمر أجنبي وشريك تجاري لتونس، ونعمل على المضي قدما في هذا الاتجاه. نود تحديث اتفاقنا التجاري الراهن، فهناك ثمة إمكانات كبيرة لخلق وظائف وتعزيز النمو هنا في تونس. تتطلع تونس لاستغلال إمكاناتها الهائلة في مجال الطاقة المتجددة، والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى موردي طاقة نظيفة محل ثقة، لذا نحن بحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية حتى تتمكن تونس من تصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا. وإلى ملف الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت روسيا وأوكرانيا عودة 189 جنديا من الأسر من كلا الجانبين. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن 94 روسيا أطلق سراحهم بعد أن وقعوا في الأسر في أوكرانيا، مضيفة أنه سيجرى نقلهم إلى منشأة طبية للخضوع لفحص طبي. على الجانب الآخر، ذكر مكتب الرئيس الأوكراني أن 95 من الجنود الأوكرانيين عادوا لبلادهم بعد أن أسرتهم روسيا، مضيفا أن هناك جرحى من بينهم. أعلنت القوات الأوكرانية استعادة السيطرة على قرية من يد القوات الروسية في جنوب شرق البلاد في أول تجمع سكني تعلن تحريره منذ شن هجوم مضاد قبل أيام. ورفع جنود العلم الأوكراني على بناية تقع على أطراف منطقة دونيتسك وزابوريجيا على بعد كيلومترات قليلة من نقاط تجمع للجيش الأوكراني. أعلنت روسيا تدمير 7 دبابات ليبارد ألمانية الصنع على الأقل و5 عربات مدرعة برادلي أمريكية الصنع خلال 48 ساعة في أثناء صدها لهجمات أوكرانية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها صدت أكثر من 10 هجمات أوكرانية في 3 اتجاهات رئيسية، ودمرت طابورا من المركبات المدرعة في اتجاهات دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوريجيا. أكدت روسيا أن أوكرانيا قامت بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي ب6 زوارق مسيرة عالية السرعة. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن السفينة بريازوفي كانت تنفذ عملية مراقبة تأمين خط أنابيب الغاز ترك ستريم وبلو ستريم في الجزء الجنوبي الشرقي من البحر الأسود لدى تعرضها للهجوم. شهد مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024. هذا وأحال رئيس المجلس عددا من القرارات الجمهورية ومشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المختصة. جلسة جديدة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي واصل خلالها مناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول أعماله. بدأت الجلسة بإحالة قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمشروع تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتحديد موعد للمناقشة. كما تمت إحالة مشروعي قانونين مقدمان من الحكومة إلى لجنة
لجنتي الشؤون الاقتصادية والدفاع والأمن القومي، فيما أحيل مشروع قانون مقدم من عدد من النواب بإنشاء الهيئة العليا للغزل والنسيج إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته. كذلك تمت إحالة رسالة من رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2023-2024 إلى اللجان المختصة. تلا ذلك مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024 ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023-2024، حيث قدم عدد من النواب مقترحاتهم وآراءهم. لدينا بعض التوصيات الخاصة بمشروع الموازنة العامة للدولة وهي كالآتي: أولاً، 1- ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التي أقرها مجلس النواب في قانون الربط، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغي أن تكون هي الحد الأدنى لما يجب تحصيله، وذلك في إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة. 2- اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لاستيداء المستحقات الحكومية تجاه بعض الهيئات والبنوك والشركات وغيرها من الجهات والأفراد التي لا تلتزم بسداد حقوق الخزانة العامة. في المحور الأولاني وهي مدى ملاءمة الخطة، فرأينا أن الخطة والموازنات تتلائم مع الاستحقاقات الدستورية فيما يخص 10% للتعليم والصحة، ورأينا أيضا أنها تتفق مع قانون التخطيط العام، وأخيرا أنها متفقة مع رؤية مصر 2030 وأيضا رؤية الاستراتيجية لحقوق الإنسان. الحقيقة أنا بوافق على الموازنة العامة للدولة، لأنه التحديات اللي احنا بنشوفها، التحديات اللي احنا بنواجهها، التحديات أيضا اللي بتواجه الدولة المصرية سواء داخليا أو خارجيا، تحتم علينا أن يكون موقفنا موقف يتوازى مع توجه الدولة المصرية علشان خاطر نشوف أداء أفضل خلال السنة القادمة. في الحقيقة أنا بحيي الحكومة على أن الموازنة النهاردة تعتبر هي الأضخم في تاريخ مصر. هذا ورفع رئيس مجلس النواب الجلسة العامة على أن يتم استكمال المناقشات في جلسة الغد، وذلك في إطار استكمال الدور التشريعي للمجلس. هذا وأجرى التلفزيون المصري لقاءات مع عدد من النواب بشأن مشروع الموازنة، حيث أكدوا ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي، مشيرين إلى أن الظروف التي يمر بها العالم تؤثر على الأوضاع الاقتصادية بمصر. كنا بصدد مناقشة الموازنة العامة لعام مالي 24-23، ويمكن لجنة الخطة والموازنة في تقريرها أدرجت العديد والعديد من التوصيات الإلزامية على الحكومة أن هي تتبعها لمواجهة كم التحديات اللي بتواجه الدولة المصرية الآن، ويمكن أبرزها إحنا عندنا العديد من المزايا الممنوحة لعدد كبير جدا من العاملين في قطاعات الدولة. مهم جدا إن إحنا نضبط ونرشد الإنفاق الحكومي عشان يعني نواكب بحجم التحديات اللي إحنا بنمر بها الآن. في الموازنة التقضية المقدمة من الحكومة ووصل دعم السلع التموينية ل 128 مليار جنيه بزيادة أكثر من 40 مليار جنيه. في تقديري هذا أمر جيد، لا سيما أن التقارير الدولية بتتكلم حوالين اعتدال سعر القمح بعد الوفرة اللي خرجت في كندا وبعض الدول الأوروبية، وده اللي دعاني للموافقة على التقرير العام الصادر من لجنة الخطة والموازنة. كلنا عارفين طبعا الظروف والتداعيات السياسية التي يمر بها العالم جميعا وأثرها على الأوضاع المالية والاقتصادية، يعني الموازنة يتم مناقشتها ووضعها في ظل ظروف متغيرة ومتلاحقة بشكل كبير. كان لنا حرص على ثلاثة أرقام أساسية في الموازنة. الرقم الأول هو فيما يتعلق بالأجور العاملين في الدولة اللي ارتفع من 410 مليار إلى 470 مليار، لأنه سيتضمن تعيين 70,000 موظف في العام المالي القادم، في قطاع التعليم 30,000 موظف، في قطاع الصحة 30,000 موظف، 10,000 موظف في القطاعات الأخرى حسب الاحتياجات الفعلية. أيضا كنا حريصين على تحقيق يعني توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على محدودي الدخل، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفعت لحوالي 100 مليار، وصلت لحوالي 530 مليار في موازنة العام المالي 23 و24.
الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة التاسعة. نتحول زميلة سارة نجيب وهذه المتابعة الاقتصادية إليك سارة. شكرا ليلى، شكرا أداء. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للتاسعة، أهلا بكم. استضافت الهيئة الوطنية للصحافة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر في ندوة حوارية موسعة تناولت عددا من الموضوعات المتعلقة بملف الكهرباء والطاقة المتجددة ومشروعات الربط الكهربائي مع عدد من دول الجوار. خلال الندوة تم التأكيد أن الكهرباء ملف أمن قومي شهد خلال السنوات التسع الماضية طفرة غير مسبوقة بدعم قوي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم زيادة 29 ألف ميجاوات إضافية للشبكة ليصل الإجمالي إلى 56 ألف ميجاوات. رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء توقعات وكالة فيتش التي أكدت أن سوق الاتصالات المصرية ستوفر مزيجا من الطلب القوي على الخدمات، بالإضافة إلى مجال كبير للنمو المتوازن خلال الفترات القادمة. وأكد المركز أن تقرير وكالة فيتش توقع بذل جهود مكثفة من قبل الشركات لرغبتها في تعميق العلاقات مع العملاء الحاليين في السوق، وستدعم خدمة الجيل الرابع النمو المستقبلي. هذا وتتوقع وكالة فيتش أن يتم تسويق شبكات الـ 5G الجيل الخامس بحلول النصف الثاني من العام الجاري. أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالعلاقات العربية الصينية، مؤكدا أن التواصل بين الشعبين العربي والصيني شكل رصيدا من التفاهم والثقة المتبادلة. جاء هذا خلال مشاركة أبو الغيط في افتتاح أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والندوة الثامنة للاستثمارات اللتين تستضيفهما وزارة الاستثمار بالسعودية يومي 11 و12 من يونيو الجاري في الرياض. كما أشاد أبو الغيط بالجهود التي بذلتها المملكة للتحضير للفعاليات بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة وكافة الشركاء، مشيرا إلى أن هذه الاستضافة تأتي استكمالا لنتائج أول قمة عربية صينية عقدت نهاية العام الماضي في الرياض، والتي أعطت دفعة جديدة للتعاون العربي الصيني في كافة المجالات. نهاية جولتنا الاقتصادية لتاسعة، والآن عودة مرة أخرى إلى أداء وليلى. إليكم. شكرا لك سارة. قدمت مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الإصابة بالأورام السرطانية خدماتها ل 731 مواطنا، إضافة إلى إدخال بيانات 5307 مواطنين في الاستبيان الإلكتروني التابع للمبادرة لتيسير عملية التشخيص والعلاج بالوحدات الصحية. جاء ذلك في أول أيام عمل المرحلة الأولى من المبادرة، والتي انطلقت اليوم في محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح ودمياط والقليوبية والفيوم وأسيوط وبورسعيد وجنوب سيناء. وتستهدف المبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية بالمجان تحت شعار 100 مليون صحة. شهد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة تدشين 4 أندية للنشء في مدارس المحافظة ضمن مبادرة انت الأغلى. وقال المحافظ أن الأندية تم تدشينها في إدارات العريش والشيخ زويد ورفح، وتهدف لترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء لدى تلاميذ المدارس في المحافظة، حيث تتضمن ورش عمل وأنشطة ثقافية وفنية واجتماعية ورياضية كمراكز دائمة في شمال سيناء.
رحلت عن عالمنا اليوم الإعلامية فايزة وصف، والتي تعد واحدة من أبرز الإعلاميات في مصر، وذلك بعد صراع مع المرض. قدمت الإعلامية الراحلة فايزة وصف مسيرة كبيرة في مجال الإعلام، خاصة من خلال برنامج حياتي الذي كان يعد واحدا من أهم البرامج الاجتماعية. والآن جاء موعدنا مع الأحوال الطقس والدرجات الحرارة. وقفة أخيرة وزميلة سارة نجيب، إليك سارة مرة أخرى. شكرا لكما ومشاهدين، هذه وقفتنا الثالثة والأخيرة وأحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوكل البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل للحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة. القاهرة 35-24، الإسكندرية 28-20، مطروح 25-18، بورسعيد 26-23، الإسماعيلية 36-22. ونذهب إلى السويس. السويس 35-22، العريش 28-21، طابة 32-27، شرم الشيخ 36-27، والغردقة 36-26. وأما عن الأقصر ف40 العظمى والصغرى 27، أسوان 40-28، الوادي الجديد 41-27، شلاتين 35-25، وأخيرا حلايب 34-26. والآن نستعرض معكم مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن مشاهدينا أترككم مع أبرز لقطات هذا اليوم. We'll be right back.
وبلقطة اليوم نصل لختام نشرة التاسعة، ولم يتبقى سوى التذكرة بأهم عناوينها. منسق الحوار الوطني يؤكد أنه لن يتم الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة قبل 3 ديسمبر المقبل. رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروع تطوير القاهرة الإسلامية ويؤكد أن ثوابت المشروع تقوم على الحفاظ على المباني الأثرية والتراثية. أوكرانيا تستعيد قرية في دونتسك، وروسيا تؤكد تدمير دبابات ألمانية ومدرعات أمريكية خلال المواجهات.